بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هناخد نظرة سريعة على التطبيقات اللي بتنزل مع نظام الفيدورا وواجهة الاجنوم. هبتدي أفتح برنامج الفيرشوال بوكس، بختار أول اختيار وبضغط على انتر، والسيستم بيقوم أو بيجمع الملفات بتاعته علشان يقوم او يفتح بمعنى اصح. طبعا هو ما بياخدش الوقت ده كله، بس عشان انا بستخدم برنامج الفيرشوال بوكس ف بيتأخر شوية. البرنامج النظام فتح وبيظهر لي اسم المستخدم اللي هو لير، بضغط عليه وبيطلب مني الباسورد، بكتب الباسورد وبضغط على انتر او ساين ان. العجلة اللي جنب كلمة ساين ان بيكون فيها 3 واجهات اساسية بتنزل مع نظام الفيتورا و3 واجهات اجنوم. اول اختيار اللي هو الاجنوم العادي، وفي الاجنوم اللي هو الكلاسيك، وفي الاجنوم اون اكس او ار جي. الاختلاف ما بين ال3 واجهات دول اختلافات بسيطة لا تذكر. فانا كتبت الباسورد، هضغط على ساين ان وواجهة الاجنوم بتفتح بالشكل ده. طبعا عندي هنا هو السهم دوت، لو ضغطت عليه بيظهر لي الساوند، بيظهر لي الشبكة، بيظهر لي البطارية بتاعت اللابتوب، وبيظهر لي اسم المستخدم. بيكون عندي 3 اختيارات، ده زرار الباور لو انا عاوز اعمل باور اوف للماشين او الجهاز، وزرار اللي هو ريستارت، واللي هو زرار اعادة التشغيل، وكنسل. نرجع تاني، ده زرار اللي هو على شكل قفل، لو انا ضغطت عليه بيقفل السيستم. لو انا مثلا في الشغل بتاعي او في اي حاجة حصلت، بضغط على زرار القفل دوت والسيستم بيقفل. بضغط تاني على اي زرار في الكيبورد عشان يفتح، وبيطلب مني الباسورد، بكتب الباسورد مرة تانية وبضغط على انلوك او انتر. هنا هو بيظهر لي التاريخ والوقت، وهنا هو النوتيفيكيشن الاشعارات بيقول لي ان في سوفت وير جديد اللي هو نيو فيرجن اوف فيتورا، اللي هو فيتورا 26. هنا هو الاكتيفيتيز، الاكتيفيتيز لو اللي هي لو انا ضغطت عليها بتظهر لي زي شكل دوكي، بيكون في البرامج الاساسيه اللي بتنزل مع نظام الفيتورا، واللي منها الفايرفوكس لمتصفح الانترنت، برنامج الايفالويشن اللي هو تقدر من خلاله تتصفح الايميلات بتاعت حضرتك زي الاوتلوك وزي الجيميل والياهو. في برنامج تالت اسمه الريزم بوكس، ده برنامج بيشغل الام بي 3، وتقدر من خلاله كمان تعمل سينك ما بين السمارت فون بتاع حضرتك و البرنامج ده. الشوت ويل ده برنامج محرر الصور. الفايلز اللي هو على شكل درجين، ده خاص ب الفايلز الملفات اللي موجودة على الجهاز بتاع حضرتك. لو انا ضغطت عليها بيظهر لي الملفات اللي موجودة في السيستم، الديسكتوب، الدوكومنتس، البابليك، التمبليتس. تقدر كمان تغير الشكل بتاعها من خلال طريقة العرض بتاعتها، من خلال
الايقونه ديت، لو انا ضغطت عليها بيتغير الشكل بتاعها. كمان في نفس الوقت تقدر تعمل كمان سيرش، لو ضغطت على زرار السيرش تقدر تعمل سيرش على اسم فايل معين، اسم ملف معين، او اسم فولدر معين. هنا هو لو ضغطت على الزرار اللي هو في 4 شرط بيكون في شو هيدن فايلز، بيكون في الايقونات طريقة العرض بتاعتها، اذا كنت حضرتك عايز تعمل لها زوم اوت او زوم ان. كمان في نفس الوقت كمان تقدر لو ضغطت على رايت كليك تقدر تعمل نيو فولدر. اذر لوكيشن، طبعا هنا هو الهوم، الدوكيمنتس، الداونلود، الريسايكل بين اللي هي التراش. الاذر لوكيشن لو انا ضغطت عليها بيظهر لي الكمبيوتر، طبعا لو جيت ضغطت على الكمبيوتر بيظهر لي الملفات بتاعت السيستم. ده باختصار الفايلز والفولدرز في نظام الفيدورا. هنا هو في الديسكتوب بتاع واجهة الاجنوم، لو جيت ضغطت على رايت كليك بيظهر لي 3 اختيارات. اول اختيار اللي هو تشينج باك جراوند، لو انا مثلا عاوز اغير الباك جراوند اقدر اغير الباك جراوند. لو انا جيت هنا هو الباك جراوند هنا هو باللون دوت، تقدر لو في اي صور تانية ممكن تختار اي صورة تعجب حضرتك من خلال الصور اللي بتكون نازلة افتراضية او اساسية مع نظام الفيديو. نهوت لو في اي صور بيكتشرز موجودة على الجهاز بتاع حضرتك او حضرتك نزلتها من عن طريق الانترنت، تقدر من خلالها تغير الخلفية الباك جراوند بتاعت نظام الفيديو. الكالرز تقدر كمان من خلال الايقونة بتاعت الكالرز تغير الكالرز بتاعت واجهة الاجنوم. طيب في عندي ان هو الديسيبل ديسبلاي سيتنجز. الديسبلاي سيتنجز تقدر برضو من خلالها تشوف الديسبلاي دي ان نظام الفيتورا بتاع حضرتك، وبيرجعني على السيتنجز. السيتنجز ان شاء الله باذن الله هشرحها في الحلقه الجايه بالتفصيل. طيب نضغط على اكتيفيتيز، احنا خلصنا الفايلز اي السوفت وير. السوفت وير بمعنى كل التطبيقات اللي موجوده اللي نازله او اللي معمول لها سيت اب على الجهاز بتاع حضرتك، واي تطبيقات تانية حضرتك عاوز تنزلها هتلاقيها في التطبيق اللي هو بتاع السوفت وير. بالظبط عامل زي المتجر بتاع الابل ستور او زي مثلا الجوجل بلاي. طيب شو ابلكيشن، لو جيت ضغطت على شو ابلكيشن بيظهر لي التطبيقات الاساسية اللي بتنزل مع نظام الفيتور، هناخدهم بالتفصيل. اول برنامج البوكسز ده بالظبط عامل زي برنامج الفيرشوال بوكس اللي انا شرحته قبل كده. الكالندر اللي هو التقويم، اللي تشيز تقدر من خلال الويب كام اللي موجودة في الجهاز بتاع حضرتك تاخد صور وتعمل مقاطع فيديو. الوقت الكلوكس والكونتاكتس، بمعنى لو في عند حضرتك اي اونلاين اكونت او اي ايميلات لحضرتك حضرتك مسجل عليها جهات الاتصال بتظهر في التطبيق الخاص بالكونتاكتس. الدوكيومنتس بالظبط عامله زي نظام الويندوز، تقدر من خلالها تستعرض الملفات والفولدرات اللي موجوده في الجهاز بتاع حضرتك. الايفالويشن زي انا ما قلت تقدر تستعرض او تتصفح الايميلات بتاعت حضرتك كلها من خلال برنامج الايفالويشن. الفايلز اتكلمت عليه قبل كده. الفايرفوكس ده يعني برنامج غني عن التعريف. عندي ان هو التطبيقات خاصة بالاوفيس بالظبط عاملة زي مايكروسوفت اوفيس. التطبيق الاولاني ده خاص بالاكسل اسمه كالك او كالكليتور. التطبيق التاني دوت عامل زي بالظبط برنامج الفيزو اللي بينزل مع المايكروسوفت اوفيس باكيج. البرنامج التالت ده خاص بالبرزنتيشن، عامل بالظبط زي الباوربوينت.
والبرنامج الرابع اللي هو الوورد. في عندي هنا هو المابس بيعرض الخرائط، بس لازم تكون مشغل خاصية اللوكيشن سيرفيس. الريزم بوكس اتكلمت عليه قبل كده. السيتنجز ان شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية هشرحها بالتفصيل. قلنا ده الشوت ويل، ده برنامج محرر الصور، واتكلمنا عن السوفت وير. الساندري بيكون فيه تطبيقين، التطبيق الاولاني بروبلم روبوت، ده خاص بأي باجز بيكون فيه نظام الفيتورا. اي مشكلة تحصل في نظام الفاتورة بيبعت على طول ريبورت للكوميونيتي بتاع الخاصة لنظام الفاتورة عشان هما بيحلوها. الاس اي لينكس باختصار شديد عاملة زي الفاير وول، وده برنامج خاص بالناس اللي هما مهتمين بالسيكوريتي والهاكينج. ده الساندري. التكست اديتور ده عبارة عن محرر النصوص، بالظبط عامل زي برنامج التكست في نظام الويندوز. اليوتيليتيز الأدوات، أول برنامج فيه اللي هو الأركايف مانجر، وهو بالظبط عامل زي برنامج الوين رار أو الوين زيب لضغط الملفات. الكالكوليتور، الكاركترز بتكون فيها كل الرموز وكل الاختصارات الخاصة بالكرنسي والماس. عندي ان هو البرنامج التالت اللي هو الديسكس، وده بيظهر لي زي عامل زي الديفايس مانجر في نظام الويندوز. برنامج اللي هو الخامس اللي هو الديسك يوسج، وهذا بيظهر قد ايه انت استخدمت من الهارد ديسك اللي موجود على الجهاز او الماشين بتاعت حضرتك. برنامج اللي هو الدوكيمنت اللي هو ده عامل بالظبط زي برنامج البي دي اف لاستعراض الملفات بتاعت البي دي اف. الفونت فيور بتشوف من خلاله اكتر من فونت وبتختاره للنظام بتاع حضرتك. ده برنامج خاص بالهلب، ده برنامج خاص للصور، ده برنامج خاص باللوكس. لو جينا ضغطنا على اللوكس بتشوف الابليكيشنز اتعمل له لوج امتى، هو يعني خاص برضو بالسيكوريتي بتاع الفيتو. الباسورد، لو جينا ضغطنا على الباسورد بتشرح على يعني بتشرح الباسورد لليوزر اللي موجودين على الماشين. نرجع تاني لليوتيليتيز. احنا السكرين شوت، وده بالظبط بياخد سكرين شوت للديسك توب او لاي برنامج حضرتك عاوز تستخدمه، بتستخدم معاه البرنامج اللي هو السكرين شوت. السيستم مونيتور هو بالظبط عامل زي لو جينا ضغطنا عليه سيستم مونيتور بيشوف قد ايه البروسيسور بيكون مستخدم، النسبة المستخدمة ليه وللبرامج اللي شغالة. الريسورسز بيشوف الموارد المتاحة للسي بي يو البروسيسور والرام والسواب والفايل سيستم. التيرمينال طبعا، التيرمينال قبل ما يخترعوا الجي اي او الجرافيكال يوزر انترفيس، كان النظام القديم كانوا بيستخدموا التيرمينال، كان بالظبط عامل شاشة سودا وبتكتب فيها اوامر. برنامج التيرمينال بالظبط عامل زي الكوماند برومبت اللي موجود في الويندوز قبل ما يطوروه يخلوه
اللي هم طوروا نظام الدوس وخلوه الكوماند برومبت، وظهر بعد كده النسخ، توزيعات النسخ الشهيرة لنظام الويندوز. التيرمينال برضو نفس الكلام. ده كان باختصار اليوتيليتيز والبرامج اللي موجودة، التطبيقات اللي موجودة في اليوتيليتيز. ده برنامج بيشغل الفيديو، وده برنامج الوزارة للطقس. طيب لحد هنا نوقف، وإن شاء الله نكمل الحلقة الجاية.